مستدام وبرنامج متطوعي يو بي بي ودار مار بولس للخدمات الكنسية ومكتبة أمل مهرجان قصبة مرضوضة بتمويل من مؤسسة موزايك ميدل. مساؤكم أمل وثقافة وعطاء. نرحب بكم أيها الحضور البهي في هذه الأمسية الجميلة والأيقونة الرائعة من وسط قلوب مفعمة بالعطاء. قراءة، أدب، شعر، محبة وسلام. نرحب بكم كل حسب مقامه. عميد كلية الفنون الجميلة، الأساتذة، الأجلاء، الحضور الجميل، الشعراء، الأدباء، المثقفون القادمون من مختلف نواحي وأقضية محافظة نينوى والجيران لهذه المدينة المباركة التي تسعى دائماً لكي تكون يداً وعوناً للسلام والتآخي. بغداد مدينة السلام. وطني أحبك لا بديلة، أتريد من قولي دليلة. نبقى الآن مع أنغام النشيد الوطني العراقي وقوفاً. اخترنا بعناية هذا الشعار بالثقافة نحيا معا، لأننا نعيش في مرحلة خطيرة قد أدت المجتمعات بصورة عامة إلى الجهل، وهذا ناتج عن قلة القراءة وعن قلة الأدوات الثقافية. إذ نرى اليوم الكثير من الناس يرمون النفايات في الشارع، يطلقون خطابات كراهية وتطرف، يروجون لأفكار خاطئة، ودائما يسمحون للأفكار السلبية وللرشوة وللفساد وإلى هذه المصطلحات التي تأكل من جسد الثقافة. الثقافة هي سلوك، وهذا السلوك يجب أن ينمى في مجتمعاتنا. الثقافة هي طريق حياة، ونحن بحاجة لهذا الطريق أن نسلكه كي ننظم مدننا، كي ننظم أنفسنا، كي لا نسمح لا بالرشوة ولا بالفساد ولا بالكراهية ولا بالتطرف ولا بهذه المصطلحات السلبية التي تنخر مجتمعاتنا يوما بعد يوم. للأسف الكثير من الناس أصبحوا يخافون من الكتاب، الكثير من الناس أصبحوا يخافون من القراءة، لأن القراءة تعلمنا أن نكون أكثر جمالا وأكثر إنسانية وأكثر اتزانا وأكثر إيجابية. والترويج لمفاهيم الثقافة قد يشمل المهرجانات، الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي نراها لكنها قليلة جدا. هذه هي الأدوات الثقافية التي من الممكن أن تروج للمفهوم الثقافي في محافظتنا وفي العراق بصورة عامة. وللأسف هناك تقصير من المؤسسات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في الترويج. أنا واهب الحيوات وعلى كتفي يستند البيت، الشراب وطعام وأنت لي، بقهقهة بشراسة، وحتى الأطفال أشياء أملكها، الحزن شديد في قلبها تجيب الثانية، إني قصبة مرضوضة وإلى يمين الرب فلا أتعزع. أقاوم العالم هذا بالكتابة، من أنت حتى أعطيك قلمي؟ هل أنت حلمي الضايع الذي سأكتب عنه؟
أم إنك فنجان الشاي في مقهى مهجور؟ هل أنت طفلي الصغير الذي يقبلني كل صباح، أم طفلتي التي تبكي إلي؟ أتسأل عني؟ أنا الكنز المدفون، أنا وردة الصحراء، أنا قطرة المطر وخبز الجائع، أنا أم. من أنت حتى تقول لي لا؟ من أنت حتى تقول لي لا؟ وعلى نفس الجدار صليب معلق يقول: عبثوا بالحب، عبثوا بالحب، لكني الرب أعوض لك السنين التي أكلها الجراد. من تامك آثر ريخة بسيمة، ريخة بسمة وريخة مطرة، ريخة جهوة تساوي بأرقح واهو طقينا، مقلب إيذح وبيذح خرطة طقينا شلامة. من تامة شمشك بلطك تورا شنثن، قبالة زرقك بارس لرقة، وناشيك سوقيك تخمي تخامة. من تامة كملبخ حسقوثة ورخموثة، كمال لبن بهيمنوثة، قدارخ إيذا بإيذا تبانخ، دنيا منن كثيك يلبا ومرخ موثن كليمة الياما. من تاما كخازخ طرقة كممطل شمة، كخضر الريشة حيوم مياثة، كباشط قشرة مشم الأرقة، وروخا قامح قيمة قيامة. من تاما أرقك سهذة بقدي شوثة، ناقر تايا ومرقر ياقس، اقدر يكليل الريشد أربي ومر بهنام وخاث حسارة. من تامة ابدي لحكي ثقميثة. Thank you.
بالثقافة التي تجعلنا نحيا معا. هذا المهرجان الذي أقامه مقهى دقشاش الثقافي بالتعاون مع مؤسسة السلام المستدام وبتمويل مؤسسة موزايك، وبالتعاون أيضا مع برنامج متطوعي منظمة جسر إيلا ومركز ماربولوس الخدمات الكنسية ومكتبة أمل. هذا المهرجان تضمن مشاركين من 4 ورش قدموا أعمال بعد أن تدربوا على المسرح والموسيقى والكتابة الإبداعية والتمثيل. نراهم اليوم يجتمعون من أجل ترويج للثقافة وللإيجابية وللتلاحم والسلام، خاصة بعد أن ظهرت العديد من خطابات الكراهية وخطابات العنف والأساليب التي تروج للسلبية. هذا المهرجان هو التفاتة من مجموعة شباب نشطاء يعملون في هذا المجال للترويج لبيئة تساهم بخلق تواصل اجتماعي حقيقي بين مجتمعات محافظة نينوى للترويج للمحبة والسلام. جميل جميل، شاعر وصحفي. سرمد مدير مكتبة أمل، شاركت بمكتبتي في معرض الكتاب في مهرجان قصبة مرضوضة اللي أقامته مؤسسة السلام المستدام في بغداد قرقوش. هذا المهرجان اللي جمع هواي أطراف هواي مكونات، هو شيء أساسي وشيء مهم بكل وقت، ولكن حاليا هو جدا مهم بهذا الوقت بسبب الإشكال اللي صار قبل فترة من قبل الناس اللي ما يحبون السلام. لا، احنا رسالتنا السلام، ورسالتنا احنا نعيش بوطن واحد ونعيش دائما بمحبة. شكرا للإعلاميين وشكرا لقناة عشتار. يقيم اليوم في بغداد قرقوش مقهى دقشاش ومكتبة أمل ومؤسسة السلام والسلامة في بغداد قرقوش مهرجان ثقافي يمثل الثقافة الموسيقية والفنية والأعمال اليدوية والنشاطات الفنية المختلفة التي تدل على نبض الحياة في هذه المدينة، وتعتبر بغداد هي القلب النابض في العطاء دائما بعد تحرير هذه المدينة. ها هم نخبة كبيرة من الشباب الذين يتطلعون نحو النور الساطع في هذه المدينة في البناء والعمران الثقافي والفكري لكي يسجلوا في تاريخ هذه المدينة الحضارة الخديدية والآشورية العراقية العريقة التي تمتد إلى آلاف السنين، حيث أنهم اليوم يسعون لكي يحرروا أنفسهم بما دمر من قبل داعش الإرهابي. اليوم الحياة مستمرة، عادت الحياة، وهكذا نرى في هذه المدينة التطور والازدهار ونحو ازدهار أفضل. ومثمتي إعلامي قضاء الحمدانية قرقوش. يا هلا بجيتك يا حبيب ومرحبا وسلم علي. وياك روحان حبيب يا كروم، وياك روحان حبيب يا كروم، ما اقدر على فرقتك ويا كروم، ما اقدر على فرقتك ويا كروم. وياك بابا خذني لا تروح وتعذبني، وياك بابا خذني لا تروح وتعذبني، ما اقدر على فرقتك ويا كروم، ما اقدر على فرقتك ويا كروم. مساكم جميل ورائع من هذه الحضارة الثقافية من بلدتنا بغداد الحبيبة، يشهد لها التاريخ في هذا اليوم الجميل 1/7/2023 من هذا المهرجان الثقافي والفني والحضاري. بغداد اليوم تجتمع بطاقات إيجابية شبابية كبار وصغار، وأيضا تقدم مزيد والمزيد من إبداعها
من المشوار الفني والتشكيلي والمسرحي والموسيقي بشكل عام. ونحن كفرقة الموسيقية اليوم مع أعضاء هذه الفرقة قدمنا مجموعة من الأغاني التراثية العراقية ومن المواويل بشكل مختصر، وكما قلنا لأحبتنا المشاهدين، فأتمنى أن يتكرر هذا المهرجان في كثير من المناسبات وخصوصا في بلدتنا العزيزة بغداد. شكرا لكم، شكرا للمستمعين، شكرا لقناة المؤقرة قناة عشتار الفضائية، وطابت أوقاتكم وشكرا جزيلا. الاسم أندري فرج نيسان، المطرب لبغداد الحبيبة. شكرا. فنحن أكيد ما نقبل بأي إساءة تجاه القرآن الكريم. كما وأحب أن أنتهز الفرصة وأقدم أجمل التهاني والتبريكات لكادر دار مار بولس للخدمات الكنسية بعيد القديسين بطرس وبولس اللي كان يوم 29 حزيران من هالسنة. أقدم إلهم التهاني حتى يكونون فعلا خدام لهذا الصرح الكبير العائد لأبرشية الموصل للسريان الكاثوليك المحتضن كل العراقيين المسيحيين والمسلمين واليزيديين والكاكائيين من دورات الموجودة بها ومن الخدمات المقدمة فيه. كما ولا ننسى أن نقدم ونشكر هذا الفريق اللي قدم هالأمسية الثقافية اليوم، هالأمسية الرائعة المتنوعة بهذا الحضور الجميل والمتنوع. احنا كإدارة دار مار بولس للخدمات الكنسية وكادر داعمين للأنشطة الثقافية والاجتماعية في هذا الدار. الدار هو داركم والبيت هو بيتكم. أهلا وسهلا بكم جميعا وشكرا. الحضور لكم أيها الحضور الجميل، وندعوكم الآن للحضور إلى هذا المحفل الكبير من الكتب والأعمال اليدوية.